رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بفوز الجواد هبرون لإسطبل الفرسان التابع للفريق الملكي بالمركز الأول في سباق أمونت الفرنسي للقدرة، حيث تشرف على تدريب الجواد سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى الخليفة. وأوضح سموه أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لسلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة القدرة البحرينية في البطولات الخارجية في ظل الرعاية التي تحظى بها من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله. وأكد سموه أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، إنما جاء بعمل دؤوب ومتابعة وإشراف وتدريب مستمر من سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى الخليفة، مشيدا سموه بالنتائج الإيجابية في المشاركات الأوروبية التي تبرهن بأن القدرة البحرينية دائما هدفها تحقيق الإنجازات، مشيدا سموه بجهود سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى الخليفة. وقال سموه: إن سباق أمونت الفرنسي للقدرة يتميز بقوة المنافسة والمشاركة الواسعة من الدول الأوروبية، ودائما ما تؤكد القدرة البحرينية تفوقها، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعطينا الدافع الكبير لمواصلة دعم رياضة القدرة التي دائما ما ترفع علم المملكة الغالية عاليا. من جانبها أعربت سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى الخليفة عن بالغ سرورها بهذا الفوز الذي يعكس القدرات التي تمتلكها البحرين في رياضة القدرة بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، مشيرة سموها إلى أن دعم سموه ساهم بتحقيق النتائج الإيجابية في كافة المشاركات الخارجية وبالأخص في سباق أمونت الفرنسي للقدرة. وأعربت سموها عن تقديرها لهذا الدعم من سموه، مشيدة بجهود الفريق في السباق. وفي ذات السياق قدمت سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة التهاني والتبركات إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد اسطبلات الخالدية بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة، مشيرة إلى أن عودة سموه إلى سباقات القدرة سيساهم بمواصلة وضع المملكة في أعلى المراتب في سباقات القدرة. واستطاع الفارس خليفة جمال من تحقيق المركز الأول على متن الجواد هبرون بإشراف وتدريب سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة، والذي تفوق على مجموعة كبيرة من الفرسان من مختلف دول أوروبا.